مستر هاي تك. مستر هاي تك. آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت. اهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجات اذاعه الشباب. اذا البدايه في مستر اي تك تكون مع مجموعه من الاخبار. العالم توا فيها اقطاب للتكنولوجيا اكيد، قطب الولايات المتحده الامريكيه وسيليكون فالي وكل ذاك المعروف، والقطب ايضا الصيني من الجهه الاخرى، والاسيوي بصفه عامه خلينا نقولوا، لانه ثم كوريا الجنوبيه كذلك، فما اليابان وغيره، لكن توا القطب الصيني من جهته مع احتدام المنافسه الشديده اللي وصلت الى حدود حرب اقتصادية ما بين القطب الصيني والقطب اللي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية من الجهة الأخرى، فثم تسارع على مستوى تطوير التكنولوجيا. احنا باش نحكيه وتوا على الأجيال المختلفة للاتصالات. احنا توا في الجيل الرابع مثلا في تونس، لكن فهم بلدان أخرى في العالم مشغلة للجيل الخامس وتخدم به، ونحن ننتظر باقي الأسئلة ما زالت موجودة عن هذا الجيل. منذ مدة كنا حكينا في مستر هايتك على كوريا الجنوبية أيضا اللي وضعت آفاق لتشغيل الجيل السادس حدود 2029 تقريبا، لكن توا نحكيه على إنجاز جديد للصين ورقم قياسي جديد، سرعة 100 جيجا بايت في الثانية وصلت لها الصين. تطوير الجيل السادس يوصل مع باحثين صينيين إلى سبق تاريخي، فهم أول من قام بنقل البيانات عبر تردد 1 تيرا هيرتز، مما سمح لهم بالوصول إلى سرعة تنزيل تبلغ 100 جيجا بايت في الثانية، أي سرعة أعلى 100 مرة من الجيل الخامس 5G اللي بطبيعة مازال ما تمش تعميمها على كل دول العالم. احنا مازلنا ديجا في الانستالاسيون نتاع ال 5G. بالنسبه لتونس ديما نرجع نقولوا انه لي زوبيراتور نتاعنا حاضرين جاهزين، كل واحد منهم من جهته اثبت منذ اكثر حتى من عام انه قادر على توفير الجيل الخامس هذا، لكن بطبيعه مازال ثم مسائل قانونيه ومسائل نتاع بنيه تحتيه اخرى، كل مره ياكدونا انه من الممكن ان تكون موجوده في تونس في افق سنة 2024-2025. نحبوش ناخذوا احنا يعني تاريخ معين، لكن هذا اللي ديما يتحكي في الكواليس مش حاجة رسمية. الرسمي انه اللي زوبيراتور حاضرين في اللي تيست متاعهم لل 5G. احنا طبعا حكينا على 6G، ديما يهمنا انا نعرفه العالم الفين اوصل به. الربط العالي بالانترنت يصلح لشنوة خاصة بطبيعة؟ يصلح لكل ما هو فيديو، اتصالات مرئية، وتوا بفضل أنه ولا ثم الجيل الثالث والجيل الرابع وقتها وصلنا ولينا نحكيه على ستريمينج، وبدأ البث الفضائي أيضا يتراجع أمام قوة الستريمينج. ومن أهم منصات الستريمينج في العالم بتبيع منصة نتفليكس اللي الإخبار جاي على هاي. نتفليكس الآن أصبحت معرضة لتراجع عدد المشتركين فيها. عدد المشتركين في نتفليكس قاعد يتراجع، حمد عنطول مهتم جدا. وقت اللي انت خممت باش تعمل ابونمون في نتفليكس بدا يتراجع العدد نتاعها، ما عمدا وعلاش. الدراسه اجرتها كانتر وورد بانل قالت انه نتفليكس فقدت 1 مليون مشترك في اسبانيا في الربع الاول من عام 2023، وعلى مدار الاشهر الثلاثه الماضيه توقف 1 مليون مستخدم اسباني من استخدام الخدمه بعد القيود اللي وضعتها نتفليكس لانهاء مشاركه الحساب. يعني الناس اللي كانوا يبارتاجيو الحساب نتاعهم ويبارتاجيو الكونت مع ناس اخرين، ثم قيود جديده اتخذتها نتفليكس منذ مدة وبدأت فيها، منعناها وحكينا عليها وحكيت على أنها توفر اشتراكات بثمن أرخص لكن تكون فيها الإشهار والبيب. نهاية المشاركة هذه في الحسابات خلت أنه الناس تتراجع من أنها تجدد أو من أنها تعمل اشتراكات جديدة في نتفليكس حسب بطبيعة ما تقول عليه الدراسة هذه حالياً.
من جهتها نتفليكس مشدة على تعاقب الأشخاص اللي يستخدموا الخدمة مجانا من خلال مشاركة الرموز نتاع الوصول والموتباس وغيره مع مستخدمين آخرين، وتأمل في أن يدفع البعض من هؤلاء الأشخاص مقابل الاشتراك الخاص بهم. رسوم شهرية بقيمة 5.99 أورو أو 6 أورو في إسبانيا فرضتها نتفليكس للمستخدمين اللي يشاركوا تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بهم مع أشخاص أخرين من أسرة أخرى، ونفذت من أجل ذلك بعض الحلول التقنية لتعاقب واستكشاف الناس هذوما. المشتركين بطبيعة فيهم برشا بدأوا يبعدوا على الاشتراكات، لكن يبدو أن الشركة متيقنة من أنه هذا بش يكون ظرفي فقط، لكن من بعد ربما بحلول أخرى تلقى إمكانية لي المحافظة على المشتركين متاعها. صحيح يا نتفليكس توا نجم نقولوا المنصة الأقوى في الجانب هذا، لكن المنافسة من غيرها من ديزني من أمازون من قنوات أخرى ومنصات أخرى للستريمينج كفيلة بأنها تجعل الأمور هذه تراجع أكثر من مرة. إذا كان حابت بتبيع نتفليكس تحافظ على الريادة متاعها وعلى عدد المشتركين القياسي اللي عندها. من الشركات الكبرى الأخرى في العالم أيضا شركة أبل التفاحة، حكينا قبل على الصين، شو لوتروبول الشركة الأمريكية أبل، واللي هنا بالمناسبة هو ثم حرب اقتصادية صحيح ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الصين على مستوى الاتصالات، وفما حظر لشركات كبرى صينية خاصة لوجيون أو العملاق هواوي اللي ضرت به برشا القيود الأمريكية اللي تم فرضها منذ 4 سنوات تقريبا او اكثر شويه. لكن مع هذا الابل تبيع في الصين، ومن بعد شويه باش نحكيوا على الهواتف الجواله باش نحكيوا على ترتيب شكون هم الماركات اللي مباعه اكثر في السوق الصينيه اللي وحدها عايزه شغل بعد الظهر كما قال عادل امام، يعني سوق مهمه برشا على مستوى العالم. ابل تواجه اتهامات من العديد من الشركات، اتهامات بسرقه تقنياتها والاعتداء على الحقوق الادبيه. الشركه الكاليفورنية تتهم بأنها تقوم بنفس الخطوات تقريبا مع شركات ناشئة جديدة ومخترعين ومستثمرين جدد. يتهم الشركة بنسخ ابتكارات الشركات الصغيرة، وهذا جاء في صحيفة وول ستريت جورنال، هي المصدر متاع هذا الخبر من خلال المقال تم نشره الأسبوع الماضي. وفيه شهادات تصف كيف اعتادت الشركة سرقة تقنيات أخرين، وهذا تسبب الآن في عديد الإجراءات القانونية والقضائية اللي قائمة ضد الشركة. مؤسس شركة ماسيمو كورب الجوكي كياني، شركة ماسيمو كورب هي شركة تصمم أجهزة استشعار لقياس مستوى الأكسجين في الدم، قال أنه أبل تستعمل دائما نفس وضع التشغيل. في البداية تعرب عن اهتمامها بالمنتجات التي تنتجها الشركة، وعندما تهتم الشركة بشركة ما فهذه هي حسب رأيي هو بداية النهاية. فبطبيعة أصحاب الشركة الناشئة هذه يكونوا متحمسين جداً. ومن بعد الخطة طويلة المدى من هذه الشركة هي أن الشركة تفعل كل ما بيوسعها، أبل تفعل كل ما بيوسعها باش تاخذ كل شيء من غير بطبيعة دفع لازم، وهذا يكون عن طريق خاصة المفاوضات اللي تبدأ مع موظفي الشركات هذه وإغراءهم برواتب سخية وغيره. هذه الاتهامات اللي أيضا جاء فيها مثال الأبل واتش اللي تتهم الشركة بأنها سرقت تقنيات مقياس التأكسج في الأبل واتش هذه. وبالنسبة لنفس المؤسس شركة ماسيمو كورب ومجموعة من المديرين التنفيذيين الأخرين في شركة أخرى يقولوا أنه الطريقة هذه لنسخ الابتكارات الأخرى طريقة طورت بها أبل من ضمن ما طورت هذا المقياس في الأبل واتش، ولأصبح مدمج منذ الأبل واتش سيريز 6. من جانبها تنفي أبل بشدة الاتهامات
الاتهامات اللي نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال وتقول انها تدفع رسوم ترخيص للعديد من الشركات ذات الاحجام المختلفة لاستخدام تقنياتها. ووفقا للشركة فان الشركات اللي تقف وراء الشكاوي تنسخ بشكل صارخ منتجاتها او تخنق المنافسة باستخدام براءات اختراع غير صالحة. نرجع للموسيقى من بعد شوية باش نمشي ونحكي على مايكروسوفت والويندوز 10 واخبار جديدة على ميتا والجديد اللي يخص الواتساب. ونحاولوا ان نأجلوا قد ما يمكن الاخبار على الذكاء الاصطناعي اللي عددها كبير برشا باش نحاولوا نحكيوا معها في نفس الوقت باش نحكيوا فيه على الملتقى علوم الاعلام والاتصال زمن الذكاء الاصطناعي الواقع والافاق الملتقى العلمي السنوي والدولي لمعهد الصحافة وعلوم الاخبار.